النشاط اللي كننظموا اليوم جمعية الحمامة للتربية والتخييم والجمعية ديال الإغاثة المدنية فار ديال العرائش تحت إشراف الأخت مروة السعدوني رئيسة ديال جمعية ديال الإغاثة والأخ عادي الجقل رئيس الجمعية ديال الحمامة. كيف كتلاحظوا اليوم لأننا كنتواجدوا في قلب مدينة العرائش مع الساكنة مدينة العرائش، الساكنة اللي معروف عليها أنها دائما كتساهم في العمل ديال الخير اللي لبسناه في العدد ديال المتبرعين اليوم اللي تجاوزنا لحدود الساعة ما يقارب واحد 3 ساعات باش بدينا. تقريبا وصلنا ما يقارب أكثر من 50 متبرع وما زالت الحملة مستمرة في حدود أننا نوصل إن شاء الله إلى 150 متبرع في هذا اليوم. هذا الحملة بدأت مع الجمعية ديال إحياء التبرع بالدم اللي ساهمت معنا تهي وحضرتنا الطاقم الطبي والأدوات اللي ممكن أنهم يحتاجوها هذا اليوم. هذا الأجواء كيف كتشوفوا لأن هذا أجواء جد 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 جميلة لأن المتبرعين صراحة كاين الإخوان اللي تم الاستدعاء ديالهم من طرف الجمعية وكذلك كاين الإخوان اللي غيشافوا النشاط يعني حجوا لعندنا بالدافع ديال التبرع. إنسانية في ساكنة مدينة العرائش هي واحد الحاجة واحد الجوهر اللي ثمين جدا دائما كنلمسوه في الأنشطة ديال العمل ديال الخير وهذا كيحفزنا على أننا نزيدوا نستمروا بحال هذه الأنشطة هذو اللي كتشرفنا أننا كمدينة العرائش دائما كنكونوا حنايا يعني بفضل مجموعة ديال المتدخلين كنقدوا أننا نجمع واحد الكمية كبيرة ديال الدم باش أننا نحاولوا لا أعلى وعسى أننا نغطوا الخصص اللي كيتواجد على المستوى سواء على المستوى ديال المستشفى ديال لاله مريم أو على المستوى ديال المستشفيات في الجهة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة. هذا النشاط هذا هو نشاط يعني من بين الأنشطة المبرمجة أن غدا الدار إن شاء الله خلال هذه الأيام يعني المقبلة. تم تكريم في بداية النشاط واحد مجموعة ديال الفاعلين جمعويين، تكريم للحاج خلالة السي محمد السبتي وكذلك الدكتور شوقي أميران مدير المستشفى لالة مريم اللي كيقدم لنا صراحة الخدمات الجليلة اللي كنقدموا له من هذا المنبر ديالكم التحية وكل الشكر بنيابة على كافة الإخوان اللي هما كينتميوا لهذه الجمعية ديال المجتمع المدني. وما ننساش على أن الصحافة اللي كتجي دائما دير لنا تغطية، شكرا السي حكيم على هذه الالتفاتة ديالك مرة أخرى وتبارك الله عليك وحياك الله. شكرا السي شكرا السي مازن.